داعش يهدد بتفجير سد الفرات، كيف سيتأثر سكان الرقة ودير الزور من حرب المياه؟ القوات العراقية تتقدم نحو وسط الموصل، كيف تؤثر الهزائم في سوريا والعراق على داعش؟ منظمة الصحة العالمية تعلن الخطر، كيف يؤثر التلوث على حياة الأطفال في منطقتنا؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي تتابعون فيها أيضا. عملة بيتكوين، مزيج التكنولوجيا والاقتصاد والمخاوف الأمنية. مؤتمر إبداعات عربية يرسخ ثقافة الابتكار ويحسن جودة التعليم الذكي في دبي. قطعت قوات سوريا الديمقراطية اليوم طريق الإمداد الرئيس لداعش بين الرقة ودير الزور شرقا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أن قطع الطريق الاستراتيجي لداعش يعد انتصارا استراتيجيا لزيادة الحصار على التنظيم. أفاد مراسل أخبار الآن بقصف مقاتلات نظام الأسد مدينة إكفرزيتا، ويذكر بأن القصف الجوي العنيف طال غالبية بلدات رفاي حماة وإدلب وحلب، حيث شنت مقاتلات تابعة لنظام الأسد وأخرى روسية غارات على بلدات تتعرض لقصف غير مسبوق منذ أمس الأحد، وذلك في تصعيد هو الأعنف على المنطقة منذ 20 يوما. أعلن وزير خارجية كازاخستان أن اجتماعا جديدا حول سوريا سيعقد في العاصمة أستانا يومي 14 و15 من الشهر الحالي، ويفترض أن يركز على قضايا فنية تشمل وقف إطلاق النار الساري نظريا منذ أكثر من شهرين. يأتي الإعلان عن هذا الاجتماع وهو الثالث هذا العام بعد يومين من انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، والتي انتهت بوضع جدول أعمال يشمل 4 قضايا رئيسة في مقدمتها الحكم والدستور والانتخابات. أعلنت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة تحريرها جسر الحرية في الموصل الذي يربط الجانب الشرقي من المدينة مع الموصل القديمة في الجانب الغربي الذي لا يزال تحت احتلال داعش. وفي وقت سابق ذكر قائد عسكري أن قوات عراقية تحاصر مجمع المباني الحكومية في غرب الموصل الذي يعد هدفا رئيسا في الهجوم الرامي إلى طرد تنظيم داعش من المدينة. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش العراقي أن الطيران العراقي تمكن من قتل مسؤول ما يعرف ببيت المال في داعش و5 قياديين بضربة جوية في تل عفر، وأضافت أن القتلى القياديين هم أبو عائشة مسؤول لجنة الرواتب، محسن قبلان الملقب أبو تبارك مسؤول اقتصادية التنظيم، أحمد صابر الملقب أبو مريم مسؤول حسابات المالية، ومهدي الشكران الملقب أبو اسماعيل المسؤول العسكري لقاطع تل عفر، بالإضافة إلى إبراهيم الخاتوني الملقب أبو عبد هو مسؤول نقل المهاجرين في تل عفر. قال سكان في اليمن إن طائرات من دون طيار يشتبه بها أنها أمريكية أطلقت صواريخ على أهداف لتنظيم القاعدة في هجومين منفصلين هناك، وذكر السكان أن ضربة جوية أصابت منزل شخص يشتبه بأنه من القاعدة في قرية نوفان بمحافظة البيضاء، وقصفت ضربة أخرى منطقة جبلية يعتقد أنها تضم معسكر تدريب في قرية السعيد بمحافظة شبوة الجنوبية. يتواصل تدفق اللاجئين من جنوب السودان إلى السودان مع انعدام الغذاء واستمرار المواجهات المسلحة في عدد من مناطق هذه الدولة الوليدة التي تشهد حربا أهلية منذ العام 2013. وقال الهلال الأحمر السوداني إن أعدادا من اللاجئين في طريقهم إلى المخيمات في السودان سيرا على الأقدام لمسافات طويلة. نفذت 20,000 نسخة من كتاب تأملات في السعادة والإيجابية الذي أصدره نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم من معظم منافذ البيع في الإمارات بحسب وكالة أنباء الإمارات. وقرر الناشر
طباعة 20,000 نسخة جديدة وطرح الطبعة الثانية منه في الأسواق الإماراتية خلال الأيام القليلة المقبلة. آلاف الموصليين ينزحون إثر قصف داعش لأربع مناطق محررة، تفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تزايدت المخاوف في المناطق السورية القريبة من ضفاف نهر الفرات من أن يقدم داعش على تفجير سد الطبقة دفاعا عن معقله في الرقة الواقع على بعد 40 كيلومترا من السد، ما يهدد مئات القرى والمزارع بالغرق. وحذر مزارعون سوريون من أن تنفيذ داعش لتهديده بتفجير أو إغلاق بوابات سد الطبقة على نهر الفرات يعرض المنطقة الواقعة في جنوبه إلى الغرق بالكامل. معي من الحدود السورية التركية سيد جلال حمد، مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جلال. مخاوف عديدة طبعا من أمر خطير قد يقوم به داعش يضاف إلى انتهاكاته السابقة، إلى أي درجة نتحدث عن قرب تنفيذ هذه المخاوف للأسف من قبل داعش؟ نعم، مساء الخير. الحقيقة يجب التنبيه بشكل مستمر عن الكارثة التي يمكن أن تحدث في حال حدوث أي خلل لسد الفرات. الكارثة طبعا تتلخص بأن القرى والمدن القريبة من هذا السد أو قريبة من هذا النهر سوف تغرق بالكامل. طبعا التحذيرات الأخيرة التي بدأت منذ عدة أسابيع كانت محقة، كون أن الطائرات يرجح أنها للتحالف الدولي قامت بعدد كبير جدا من الغارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش واقعة على مدخل الطرق المؤدية إلى سد الطبقة سد الفرات، وهذا يعني أثار مخاوف كثيرة من أن هذه الغارات قد تؤدي إلى حدوث تصدعات في جسم السد. هذا أجبر داعش على فتح عدد من العنفات، ما أدى إلى ازدياد منسوب المياه. هذا الازدياد أدى إلى غرق عدد من الأراضي الزراعية القريبة جدا من مجرى النهر. حتى الآن لا يوجد انهيارات كبيرة أو تصدعات كبيرة داخل جسم السد، ولكن لابد من الحفر بكل طيب. نعم. سنتحدث عن كيفية التصرف الواجبة تجاه هذا الحذر على الأقل كإجراءات احترازية، ولكن نتحدث اليوم عن تهديد لمئات القرى فيما لو قام بداعش بما يهدد به والمزارع، طبعا تهديد بالغرق. هل ممكن أن نشرح أكثر عن أي قرى ومزارع نتحدث هنا هي المتضررة أكثر؟ نتحدث طبعا عن دير الزور، نتحدث عن الرقة. بكل تأكيد نتحدث عن دير الزور ونتحدث عن الرقة، عن محافظتي دير الزور والرقة، وخصوصا مئات القرى القريبة جدا من مجرى نهر الفرات. حتى الآن نحن نستبعد الحقيقة قيام تنظيم داعش بمثل هذا التصرف. طبعا كل شيء يتوقع من قبل تنظيم داعش فهو يذهب إلى الانتحار من أجل الدفاع عن نفسه، ولكن تفجير السد يعني أن تغرق محافظتي دير الزور والرقة بما فيها مقاتلي تنظيم داعش الموجودين في دير الزور والرقة. ونحن نستبعد، وذلك لأن تنظيم داعش الآن بعد الهزائم الكبيرة في ريف حلب وأيضا في العراق هو يتوجه إلى محافظتي دير الزور والرقة، وخصوصا محافظة دير الزور، ويحاول إعادة تنظيم صفوفه. لذلك لا نعتقد أنه سيقدم على هذه الحماسة، مع أنه ثمت من يرى بأنه يبعد شيء من تنظيم داعش. صحيح، واضح. نعم. وذكرت نقطة مهمة، أنه مقاتلون تابعون للتنظيم موجودون هناك، ولكن ثمت من يقول بأن من ضمن سياسة الأرض المحروقة مع كل الخسائر التي مني بها داعش في الآونة الأخيرة علي وعلى أعدائي، يعني فيما يتعلق بالحذر الذي ركزت عليه قبل قليل سيد جلال، كيف يمكن الحذر من هكذا موضوع حتى لو كان احتمال تطبيقه واحتمال حدوث هذه المخاوف قليلة؟ لا يوجد الحقيقة الكثير من الخيارات لدى المدنيين، الخيارات جدا محدودة. هو الخيار الوحيد على ما أعتقد هو الابتعاد أكثر وأكثر عن مجرى نهر الفرات في حال حدوث أي خلل في مجرى أو في جسم سد الفرات، سواء من قبل تنظيم داعش أو بسبب الضربات المتتالية القريبة من سد الفرات. الابتعاد قدر الإمكان عن مجرى النهر نهر الفرات هو الحل الأمثل، وهو الخيار
الأفضل والخيار الممكن الحقيقي لدى المدنيين. لا نريد أيضا أن نرعب المدنيين الآن، ما زالت الأمور، لأن نريد أن نهول الأمور، ولكن يبقى هذا الخطر قائما وعلى المدنيين الحذر بكل تأكيد. نعم. أنا أشكرك جزيلا من الحدود السورية التركية سيد جلال حمد، مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور. عقد يوم أمس في مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا المؤتمر التأسيسي الأول لنادي الصحفيين السوريين في مدينة غازي عينتاب، والذي ضم عددا من الصحفيين السوريين. شهد المؤتمر حضورا رسميا سوريا وتركيا، إذ استهل ببعض الكلمات التي أكدت على أهمية الدور الإعلامي السوري في بلدان اللجوء، وأهمية انفتاح الصحفيين السوريين على أقرانهم في دول اللجوء. ويريد الصحفيون من وراء هذا التشكيل أن يفعلوا الجانب التكافلي ليكون صندوق النادي سندا لأعضائه عند الحاجة. نأمل لاحقا بعد تشكيل النادي اللي بخص الصحفيين السوريين في غازي عنتاب أنه يكون خطوة مثمرة للأمام لتوحد الرؤى ولكل الإجراءات اللي بتلزم كل صحفي سوري مقيم في تركيا. عم نحاول فيه نكون إيد وحدة كصحفيين سوريين موجودين هون، نشتغل شيء لمصلحة الجميع، من شيء من أنواع التكافل، شيء من أنواع الحماية. ما حصل في انتخابات نادي الصحفيين السوريين في غازي عنتاب كان جميل جدا. كان لدينا 5 لجان هي تشكل بمجموعة الهيئة العامة الناخبة في النادي، خرجت جميع هذه اللجان بتوافقات، لم تحصل انتخابات مباشرة، إنما توافقت اللجان بشكل جميل جدا على مرشحينا الذين يشكلون مجلس إدارة النادي الآن. احنا حطينا عدة معايير، الحقيقة هي المعايير جدا بسيطة، كان الهدف منا انه نحن نحاول نوسع النادي ونقبل اي شخص عم بيشتغل بالمجال الصحفي او الاعلامي، وطبعا راعينا وضع الصحفيين اللي طلعوا من سوريا اللي تعرضوا للتهديد او القصف او الاعتقال. في العراق تعرضت مناطق الجوسق والطيران والمأمون ووادي حجر المحررة من قبل القوات العراقية من احتلال داعش في الجانب الأيمن من الموصل، تعرضت إلى قصف بقذائف الهون شنه مسلحو التنظيم على هذه المناطق، وهو الأسلوب الذي يتبعه داعش بعد تحرير كل مدينة. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا وسام يوسف. حتى بعد أن تم تحريرهم من قبل القوات العراقية المشتركة، واصل داعش جرائمه ضد المدنيين من أهالي الموصل، حيث ما زالت تشهد أحياء الطيران والجوسق والمأمون قصفا مستمرا بقذائف الهون وبشكل عشوائي من قبل مسلح التنظيم. والله حاليا ما نعرف، شفنا وقت مشينا شفنا الجثث يطلعونها من جوا الأنقاض، ما نعرف هذا. زين، بالأيام الأخيرة قبل ما تطب القطاعات العراقية، داعش شنو الأمور اللي سواها معاكم؟ يعني شنو التوصيات؟ محصورين. إيه؟ حصر. صارنا يحكي لي تفاصيل. صارنا 6 أيام احنا محصورين، فوق 6 أيام احنا محصورين. طريقة داعش في معاقبة الأهالي هي ما جعلت آلاف الموصليين ينزحون باتجاه المخيمات التي خصصتها الحكومة العراقية، في وقت أكدت فيه وزارة الهجرة العراقية أن أكثر من 46 ألف شخص نزحوا من الموصل منذ أن انطلقت معارك الجزء الغربي من المدينة. والله عمي خربوا بيوتنا، ضربونا بطلقات داخل بيوت احنا، حاولوا يأذون أكثر أذية ممكن قبل لا يطلعون. طريقة تحصن مقاتلي داعش أثناء معارك غربي الموصل أخذت منحا أكثر خطورة على حياة المدنيين، إذ أنهم يجبرون العوائل على عدم مغادرة المنازل التي يتخذون منها نقاط تمركزهم ودفاعاتهم بعد أن يحرقونها متخفين تحت الدخان من الغارات الجوية العراقية. على الرغم من أن القوات العراقية قد أكملت تحرير 5 أحياء سكنية، لكن بعض الأهالي ما زالوا يواجهون صعوبة في النزوح، خاصة المناطق القريبة من خطوط الصد مع داعش، حيث يواصل قناصته التربص بالأهالي الذين يحاولون الخروج والاتجاه إلى عمق المناطق المحررة. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سلطنا الضوء قبل الفاصل على الملف العراقي وآخر تطورات العسكرية على الأرض وما يقوم به داعش من تكتيك تبعه سابقا قذائف الهون. معي من هناك مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام مساء الخير، بداية ما آخر تطورات ممكن أن نتحدث عنها مباشرة من الداخل معك في الجانب الأيمن؟
شكرا. ما يخص تطورات آخر التطورات أو نهاية هذا النهار من تقدم القوات العراقية في هذا الجانب في المحور الجنوب الغربي والمحور الغربي، هو تحرير حي الصمود بالكامل. لا زالت الاشتباكات مستمرة في منطقة الشهداء وفي منطقة المنصور. فيما يخص الجانب الجنوب الغربي، محور الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من التوغل في عمق منطقة الدواسة وتحرير مديرية الشرطة، مبنى مديرية الشرطة ومجمع المحاكم الذي يبعد 250 متر عن مبنى محافظة نينوى. نعم. المحلية الذي يقع في نهاية الدواسة. ما يفصلهم عن المجمع الحكومي، ما يفصل القطاعات العراقية حاليا مع نهاية معارك هذا النهار، هو فقط 200 متر، هو شارع واحد فقط يفصل القطاعات العراقية عن المجمع الحكومي. والمجمع الحكومي مطوق من ثلاثة جهات، من منطقة النبيشيت أيضا صار تقدم آخر الذي يقع غرب الدواسة، من منطقتين يتم التقدم إلى المجمع الحكومي، والمجمع الحكومي مطوق حاليا من ثلاث جهات. نعم. بموضوع المحاصري داعش بمناطق الاشتباك، ماذا نعرف عنهم وسام، خاصة بأن هناك تركيز من قبل القوات العراقية اليوم على مساعدتهم وعلى الحديث عن خطة جديدة تتناسب مع طبيعة هذه المناطق التي يستخدم فيها داعش الناس كدروع بشرية؟ نعم ميساء، ما يخص المحاصرين، هذا الجهد الأكبر في موضوع المحاصرين يقع على الجزء الغربي، على المنطقة التي يتوغل فيها قطعات مكافحة الإرهاب، التي هي هذه الأحياء التي ذكرتها بداية، الشهداء والصمود والمنصور. هذه الأحياء هي المكتظة بالسكان، الكثير من المدنيين محاصرين في هذه المناطق. الشرطة الاتحادية بالفعل تبلى بلاء حسنا في هذا الموضوع. هناك تكتيكات جديدة تقوم بها قطعات مكافحة الإرهاب، إنها يعني ما هي؟ في هذه المعركة تعتمد آلية جديدة. آلية جديدة هي الاشتباكات القريبة، ما يسموها بالاشتباكات القريبة، حيث أن عناصر مكافحة الإرهاب يتنقلون من منزل إلى منزل بأسلحتهم الخفيفة. هذه هي المعركة تدور بهذا الشكل. هذه هي الآلية الجديدة أو التكتيك الجديد الذي استعملته قطعات مكافحة الإرهاب، خاصة لأنها المحور الذي تتقدم فيه الكثير من المدنيين المحاصرين. تنظيم داعش كذلك لديه تكتيك جديد في هذا الموضوع، يحاصر المدنيين ويتخذهم دروع بشرية، حيث أنه يجبر المدنيين على البقاء داخل منازلهم. شكرا. ويستخدمها بنفس الوقت كنقاط صد. هو يحرق المنازل لكي يبعد أنظار الطيران العراقي عن هذه المناطق، ويستعملها مع بقاء المدنيين فيها. نعم. هو يمنع المدنيين من مغادرة المنازل التي يتخذها نقاط صد. هذه آلية جديدة يتخذها تنظيم داعش في معركة الجانب الأيمن. نعم. شكرا جزيلا لك وسام يوسف على كل هذه المعلومات. مراسل أخبار الآن كنت معنا مباشرة من الموصل. هزائم ميدانية متتالية على الأرض يتعرض لها داعش في سوريا والعراق التي احتلوا فيهما مناطق منذ العام 2014. فقد التنظيم المتشدد في الفترة الأخيرة الكثير من الأراضي، فقد أدى فقدانه لأبرز خطوط الإمداد إلى إضعاف قدراته العسكرية، وانعكس ذلك سلبا على تحركاته في الأراضي التي كان يحتلها. تقرير الزميلة منى عواد يحمل المزيد. مع تلاحق هزائم داعش في العراق وسوريا، يعتقد مراقبون أن التنظيم بدأ بالانهيار. داعش يواجه هجومين، أحدهما في الموصل، أهم ما بقي من معاقله في العراق، والثاني في مدينة الرقة، أبرز معاقله في سوريا. آخر خسائر داعش الميدانية في سوريا هو قطع قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن طريق الإمداد الرئيسة لداعش بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور في سوريا شرقا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد قائد في قوات سوريا الديمقراطية أن قطع الطريق المهم لداعش والذي يصل الرقة بدير الزور يعد انتصارا كبيرا يسهم في تجديد الحصار على داعش. وأبرز خسائر التنظيم الميدانية في العراق هي استعادة القوات الحكومية العراقية السيطرة على جسر الحرية على نهر دجلة وفق مصادر عسكرية،
وهذا هو الجسر الثاني الذي تسيطر عليه القوات العراقية منذ انطلاق حملتها العسكرية لطرد داعش من مدينة الموصل. وكان التحالف الدولي قد دمر 5 جسر في الموصل لمنع الإمدادات عن تنظيم داعش وإضعاف مواقعه في شرق الموصل. كما أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة العراقية أن القوات العراقية تمكنت من محاصرة مجمع المباني الحكومية بالرغم من شراسة القتال مع داعش. وأسفر اقتحام مناطق الدواسة والدندان ونبي شيت عن تدمير خط الصد الأول للتنظيم والتوغل في عمق المنطقة. كما أسفر عن 64 قتيلا من المسلحين منهم 10 انتحاريين بأحزمة ناسفة. إذن لا يكاد يمر أسبوع حتى نشهد هزيمة جديدة تلحق بداعش في أكثر من مكان وبخروجه من مناطق كثيرة في سوريا والعراق. فهل تدل هزائم داعش على قرب نهايته؟ معي من بغداد دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور واثق. سأبدأ بالسؤال الذي نهت به تقرير الزميلة منى عواد، إلى أي درجة وفق الوقائع على الأرض نتحدث عن قرب نهاية داعش اليوم؟ إذا ما شرحنا عن المناطق التي خسرها واستعادتها القوات إن كان سورية تابعة للمعارضة المسلحة أو العراقية. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أكيد أتفق أنه نهاية داعش باتت قريبة جدا، حتى في ظل كنا نتوقع معركة الضفة اليمنى ستكون معركة طويلة وعصيبة، لكن يبدو أن انهيار تنظيم داعش بالخطة اللي استخدمتها القوات العراقية والتحالف الدولي بتطويق مدينة الموصل من كل الاتجاهات، وبالتالي فقد متطوعين، كان المتطوعين 1000 شخص شهريا الآن صفر، مشكلة في الأسلحة في الأعتداء، اضطر يعتمد على الانتحاري من الأطفال اللي جندهم، وأكو مشكلة أخرى أنه التنظيم فقد أغلب قياداته بالضربات الجوية، كل مساعدين البغدادي تم قتلهم، لكن المستجد خلال الأسبوعين الماضية قبل 3 أو 4 أيام تم قتل 6 من قيادات التنظيم عبر ضربة للتحالف الدولي، وقبلها كانت ضربة بخلية الصقور. استدعى البغدادي قبل 3 أيام أن يغير ويقصي كل القيادات العراقية ليحولها إلى قيادة أجنبية ويشرف عليها إحدى الشخصيات من قرغستان. نعم. أنا أعتقد الوضع لداعش يبدأ بالانهيار في ظل تقدم، وخاصة معركة منطقة الدواسة اللي بها المباني الحكومية اللي ربما خلال الساعات القادمة تعلن عن تحريرها بالكامل. نعم. طيب، خسائر هي متتالية، نتحدث اليوم عن قطع طريق الإمداد الرئيس لداعش بين رقة ودير الزور وفق من قبل قوات سوريا الديمقراطية. بالموصل أيضا نتحدث عن استعادة القوات العراقية لجسر الحرية، ضربات متتالية، خسائر متتالية. هل نتحدث اليوم وفق قراءتك دكتور واثق خسارة للقادة، خسارة لأشخاص يجندها كما كان في السابق اعتماد على الأطفال، فرار العديد من المقاتلين المدنيين، كان الحديث معنا أمس عن هذا الموضوع في الموصل تحديدا، هو سبب الخسارات على الأرض أم خساراته على الأرض المتتالية هو سبب أو هي سبب هذا الهروب للمقاتليه؟ لا، أنا أعتقد قتل القيادات، الضربات الموجعة لمراكز القيادة والسيطرة للتنظيم، قطع طرق الإمداد وتطويقه هو اللي خلى تنظيم داعش في حالة انهيار، خاصة بعد هروب البغدادي وبعض القيادات الكبرى. التنظيم الموجود يعني شعر بفراغ كبير، لذلك انا وفق معلومه امتلكها واتصل بمدينه الموصل بشخصيات اكاديميه يقولون العراقيين من تنظيم داعش بداوا يستنجدون بالاهالي ان يحموا عوائلهم حال دخول القوات العراقيه. هاي حاله انهيار، مشكله بالمواد الغذائيه، حتى الاسلحه، وانا عبر قناتكم الكريمه قبل اكثر من شهرين قلت ربما سيستخدم الكيمياوي، لكن هذا الكيمياوي لن يؤثر باعتباره منتهي الصلاحية، وفعلا قبل يومين جرب عبر قنابر الهواء لكن يفعل شيء. أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية.
في لقاء خاص مع الضابط وليد العرفي المتحدث الرسمي باسم البحث الجنائي في بنغازي الليبية، تحدث عن بدايات داعش في المدينة وكيف حاول التنظيم استعطاف المدنيين واستقطاب الشباب باستخدام الدين كوسيلة لضمهم إلى صفوفه واللعب في عقولهم. كما تحدث الضابط عن الأعمال الإجرامية التي كان داعش يقوم بها وكيف كشف الجميع في بنغازي عن الوجه الحقيقي لهذا التنظيم الإرهابي. بعد أحداث فبراير في ليبيا، وبعد هذا تم استقطاب العديد وتم دخول الجماعة الإرهابية الخاصة بأنصار الشريعة إلى ليبيا، تم استقطاب العديد من الشباب بأن هذه دعوة، هذه حملة تدعو إلى إقامة الشريعة الإسلامية وكذلك تدعو للتسامح، وأيضا استقطب عن طريق الشباب بأن هي جمعية دعوية، جمعية خيرية قاموا بتوزيع الأضاحي وكذلك تأمين مستشفى الجلاء. كسبوا في البداية الأمر ود أهالي مدينة بنغازي وهذه حقيقة، ولكن شيئا فشيئا اتضح الأمر لأهالي مدينة بنغازي، وعرفوا كل من يقوم باغتيالات ضباط المؤسسة العسكرية وكذلك المؤسسة الأمنية وكل النشطاء في داخل هذه المدينة تم اغتيالاتهم. اتضح الأمر بأنهم هؤلاء هم جماعات إرهابية، هم امتداد لتنظيم القاعدة إنذاك. لم يكن لدينا تنظيم داعش معروف، كان نعرف وكل العالم يعرف بأن تنظيم القاعدة هو الأساس في الإرهاب، وأيضا تكفير كل من هو موجود أو كل من هو يخالفهم الرأي، حتى ولو كان يدعو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن مجرد بأنك تكون عكس التيار اللي هم المنتمين إليه يتم تصفيتك بحكم أنك أنت كافر وأنك أنت مرتد. قتلوا حتى النساء في بيوتهم، وأيضا قتلوا الأطفال. تضحى للعالم بأنها هي جماعة إرهابية بحتة، جماعة تكفيرية يسعون لخراب البلاد. إلى حد كبير وصلوا إلى هذا المبتغى. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تلوث الهواء يأتي ضمن أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة على مستوى العالم، وقالت إن التلوث مرتبط بمليون وسبعمائة ألف حالة وفاة بين الأطفال. كما دعت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان حكومات دول العالم إلى اتخاذ خطوات بناءة لمكافحة تلوث الهواء. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل. تحذير جديد صدر من منظمة الصحة العالمية يفيد بأن تلوث الهواء يأتي ضمن أبرز التهديدات التي تواجه الصحة العامة على مستوى العالم. المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان أكدت أن تردي نوعية الهواء يمثل مشكلة أوسع نطاقا بالمقارنة مع فيروسي نقص المناعة المكتسب والإيبولا، منبهة إلى أن ذلك له انعكاسات سلبية على الصغار. ووضحت شان أن المخاطر البيئية مثل تلوث الهواء في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة ودخان التبغ غير المباشر وتردي الصرف الصحي والنظافة غير الكافية تودي بحياة مليون وسبعمائة طفل دون سن الخامسة سنويا، وذلك بسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والربو. وقالت شان أن البيئة الملوثة بيئة مميتة خاصة للأطفال الصغار، حيث أن أعضاءهم النامية وأنظمتهم المناعية وأجسادهم الصغيرة وشعابهم الهوائية تجعلهم على وجه الخصوص أكثر عرضة للتأثر سلبا بالمياه والهواء الملوثين، كما يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي خلال مرحلة الطفولة، إضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة على مدى الحياة. معي من مدريد دكتور مازن ملكاوي مستشار صحة بيئة في منظمة الصحة العالمية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور مازن. طبعا كما تابعنا بهذا التقرير هناك وكأنه يدق ناقوس الخطر اليوم فيما يتعلق بالأطفال تحديدا، ما الذي أدى إلى هذا؟ مساء الخير. مساء النور. حقيقة الأطفال زي ما تعرف لا يملكوا من أمرهم شيء، إحنا بنلوثهم بيئتهم سواء هم في أرحام أمهاتهم أو بالحليب اللي بيشربوه أو بالخضار اللي بتناولوها، وبالتالي نحن مسؤولين عنهم صغر أحجامهم، صغر أوردتهم، قلة المناعة، قلة مناعتهم كلها بتستدعي الانتباه أكثر. إذا بدي أضرب مثال بسيط على موضوع لماذا نهتم بالأطفال أكثر من الكبار، لا قدر الله إذا توفي الطفل بسبب عامل بيئي وهو عمر أقل من 5 سنوات يكون خسر من حياته 70 سنة.
ولكن إذا توفي رجل عمره 65 عام بسبب خطر بيئي بيكون خسرنا 10 سنوات من حياته، وبالتالي العمر السنوات المحتسبة أو ما بالتالي أكبر بكثير في حال يعني هو دائما طفل يعد نقطة ضعف دائما بعد كل في الأزمات للأهالي لكل يعني دائما العمر مهم، سنوات العمر مهمة. دكتور مازن، بغض النظر عما إذا كان طفلا، إذا كنا نتحدث عن طفل أم مسن حتى، إذا ما تحدثنا عن الواجب، واجب الحكومات واجب الأفراد، كيف يتلخص هذا الموضوع؟ يعني أنا كفرد كيف ممكن أن أساهم بهذا الموضوع، وكحكومات بماذا مرتبطة؟ يعني إلى أي درجة مثلا من ضمن الأمور المصانع، وأن تكون بعيدة البعد المطلوب مثلا عن المنازل؟ حقيقة الجهد متكامل، يبدأ بالحكومات والجماعات والأفراد والمزارعين والصناعيين والجمعيات غير الحكومية والباحثين. لابد من وجود استراتيجية واضحة على مستوى الدولة تضعها كل الأطراف المعنية، لأن القضية ما هيش قضية وزارة البيئة أو وزارة الصحة، هي كل القطاعات المختلفة، الصناعة والزراعة والتجارة وكلها. بالمناسبة الأسبوع الماضي في اليوم الثاني من الشهر الماضي أطلقنا الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة في 2017-2030، وتمت بحضور وزراء البيئة ووزراء الصحة العرب مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أعتقد تنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني في كل دولة من دولنا كفيل بأنه يعني يعكس أو يقلل من الازدياد المضطرد في خطر البيئة على الأطفال. ما الأمور المرهون فيها تنفيذ هكذا استراتيجيات؟ يعني دائما ما تخرج هكذا اجتماعات ومؤتمرات وقمم دكتور مازن ببيانات ربما إيجابية ومبشرة، يبقى دائما موضوع التطبيق على الأرض. حقيقة إقليمنا تأخر عن أقاليم العالم. العالم في منظمة الصحة العالمية مقسم إلى 6 أقاليم، الأقاليم كلها بدأت في الاستراتيجيات. من الإقليم الأوروبي بدأ بتنفيذ الاستراتيجية من 30 سنة، والإقليم الأمريكي من 20 سنة. بدأت الأمور تطرح في أوروبا وفي أمريكا أنه تأثير البيئة على الصحة بدأ يقل، مستويات التلوث بدأت تقل، عدد الوفيات الناجمة عن خطر البيئة بدأ يقل. فهذا دليل، أكبر دليل على أنه العمل المشترك ما بين القطاعات المختلفة سيؤدي إلى نتيجة. نعم. ما هو مطلوب؟ مطلوب الالتزام السياسي أولا وأخيرا. طبعا مجرد وجود الالتزام السياسي الموارد المالية والموارد البشرية كلها تتاح. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة من مدريد دكتور مازن ملكاوي، مستشار صحة بيئة في منظمة الصحة العالمية. دراسة حديثة لجامعة في النمسا تتناول استخدام الحشرات وبعض المخلوقات البحرية كبديل طبيعي لتثبيت الأربطة المتمزقة في الجسم عوضا عن المثبتات المعدنية لمفاصل الجسم. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق تقرير التالي مع عبير عبد الله المختصة بالملف الصحي في أخبار الآن. علاج تثبيت الأربطة والأوتار والعظام والغضاريف يختلف بحسب العوامل التي يحددها الطبيب، ويكون بمسامير أو خطافات أو خياطة الأربطة أو زراعة مثبتات قابلة للامتصاص في الجسم، وكلها تعتبر مثبتات غير طبيعية حيث أن بها من المعادن التي قد تكون سامة نوعا ما. دراسة حديثة اكتشف فيها الباحثون أن هناك بعض الحشرات والمخلوقات البحرية يمكن استخدامها كبديل طبيعي لتثبيت الأربطة المتمزقة في الغضاريف والأوتار والعظام، وتعتبر كلاصق بيولوجي طبيعي لأنسجة الجسم. وذكر الباحثون أن من خصائص اللواصق البيولوجية أن لها نفس المواصفات المواد الطبيعية، مثل القدرة على الثبات في البيئة الرطبة والجافة وثباتها في اختلاف درجات الحرارة المتغيرة، حيث وصفها الباحثون أنها لواصق بيولوجية مثالية. والحشرات التي أجرى الباحثون عليها وتمت دراستها هو لاصق القراد بعد معالجتها كيميائيا، حيث أن حشرة القراد لديها آلية على ترسيخ نفسها بقوة مواد لاصقة ومثبتة في الجلد لعدة أيام.
كذلك بعض المخلوقات البحرية التي بها نفس الصفات مثل بلح البحر الأحمر الذي يتميز بخيوط لاصقة طبيعية، وأيضا حيوان خيار البحر وسرطان البحر وسمندل البحر الذي يتميز بخاصية تثبيت سريعة الجفاف، كلها تعتبر بمثابة نموذج جديد للواصقة الطبيعية والتي يمكن أيضا استخدامها في حالات الجراحة مثل إصابة الجروح في الجلد. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع. الكافيار الأكثر منافسة بين إيرادات المنتجات الإيرانية. أحييكم من جديد. لأول مرة منذ دخولها الأسواق قبل سنوات، تتمكن عملة بيتكوين الإلكترونية من تجاوز سعر أونصة الذهب لتصل إلى 1290 دولارا، وذلك بعد أسابيع من الارتفاع المتواصل. العملة الافتراضية استفادت من ارتفاع الطلب عليها بشدة مؤخرا، لديها ميزات جذب كبيرة كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسعار، كما يحبذ البعض الاحتفاظ بتلك العملة لأن امتلاكها لا يتطلب كشف الهوية المالك، ما يجعلها العملة المفضلة لتجار السلع غير القانونية كالمخدرات. وكان المصرف المركزي الإماراتي واللبناني حظرا استخدام كل العملات الافتراضية بهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت. قرار الحظر نظرا لأن مثل هذه العملات لا تطبع وفقا لنظام المصرف المركزي ولا تخضع لإشرافه أو متابعته، وتعد منفذا من منافذ عمليات غسل الأموال. معي هنا في الاستوديو الخبير في التجارة الإلكترونية رامي مراد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. يعني واضح مما يحكى عن هذه العملة بأنه كل من يستفيد منها هو من التجار، إذا أردنا أن نقول غير الشرعيين، نتحدث عن تجار السلع غير القانونية كالمخدرات، هم من أفضل ما يستفيد ويشجع هذه العملة. من هنا كيف يمكن أن نتحدث عن سلبيات هذا الموضوع؟ مساء الخير بداية. بالحقيقة نشوء تطور البيتكوين كعملة رقمية جاء نتيجة حتمية للتطور الرقمي اللي عم تمر فيه جميع القطاعات الصناعية والتجارية حول العالم. اليوم تطور التجارة الإلكترونية وضع نتيجة حتمية أمام نشوء مثل هالعملة الرقمية لحتى يساعد في عمليات الدفع مستعيضة عن الكاش أو الكروت الائتمانية. فهالتحديات الصراحة اللي عم تواجهها مختلف التجارات عن طريق الانترنت جاءت البيتكوين كنتيجة لحتى تحل هالمشاكل هاي. هلأ طبعا ممكن مثل ما تفضلتوا العديد من التجار الغير شرعيين يستفيدوا منها لماهية هذه العملة الرقمية. أولا مثل ما تفضلتوا البنوك المركزية هاي العملة لا تخضع لسيطرة أو لقوانين البنوك صحيح. المركزية العالمية، ولا يوجد للآن أي توافق دولي حول سن تشريعات أو قوانين متعلقة بالبيتكوين. إلى أي درجة هذا يؤدد سلبياتها الأكثر بكثير من حتى لو رأى البعض بأنه لديها بعض الإيجابيات، كون العديد المصرف الإماراتي المركزي الإماراتي واللبناني حظرا استخدام هذه العملات وأي صحيح. من العملات الافتراضية، إلى أي درجة هذا يستدعي أن نركز على السلبيات وأنه موجود؟ صحيح، السلبيات موجودة صراحة، والعديد من الجهات الغير شرعية حول العالم عم يستفيد منها. كون الموضوع في طور النشوء لسه ما تطور بشكل كافي وجدي لحتى نقدر نضبطه أو نضبط التعاملات أو الأشخاص أو الجهات اللي عم تستفيد منه بشكل إيجابي أو بشكل ممكن سلبي. ضبط هذا الموضوع ممكن وبالتالي تقبله صحيح. كما قلت من قبل البنوك والمصارف بشكل طبيعي. التكنولوجيا الداعمة لهالعملة الرقمية هي تكنولوجيا مفتوحة للجميع، والكود او لغه البرمجه المكتوب فيها هذه العمله الرقميه كمان مفتوحه امام الجميع لحتى الجميع يعرف كيف تشتغل، وكم ومن خلال هذا من خلال المعرفه هي ممكن بالمستقبل يتم سن القوانين اللازمه لضبط
التعاملات بهذه العملة الرقمية. بمتابعة هذه كخبير في التجارة الإلكترونية بمتابعة هذه العملة البيتكوين، عن أي إثباتات نتحدث على التداعيات إذا أردنا القول؟ نتحدث أيضا على الإضافة على الذي ذكرناه سابقا، هي منفذ من منافذ عمليات غسيل الأموال. أي حوادث رصدتم بهذا الإطار؟ الحقيقة للآن ما في حوادث مشهورة ممكن نتكلم عنها، ولكن ممكن الانتربول الدولي يكون على اطلاع أكثر بهالحوادث هاي. لسه نحن على صعيد التجارة الدولية للآن ما تم تبني هالعملة الرقمية بشكل جدي من على الأقل من مواقع التسوق الإلكتروني، خلينا على سبيل المثال. فشوي نحن بمرحلة شوي غير متقدمة لتبني هذه العملة، وطبيعة الحال عدم الاعتراف بهالعملة من جميع البنوك المركزية لا يتيح الفرصة أمام التجار أو الأشخاص بالقدوم أو يكونوا متشجعين للقدوم والتعامل بهذه العملة. فالمخاوف عم تكون أكثر. طبعا نحن موجودين اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة لحتى يطلع البنك المركزي ويحذر من تداعيات أو التعامل بهالعملة، هذا بيعني أنه الناس موضوع جدي، موضوع جدي، والناس قبل الإقدام على هال أو التعامل بهالعملة الرقمية المفروض أنهم يتعلموا أكثر عن العملة الرقمية وينتظروا للقوانين الصارمة اللي ممكن تضبط التعاملات بهالعملة الرقمية عن طريق الإنترنت. شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في الاستوديو سيد رامي مراد الخبير في التجارة الإلكترونية. شكرا. ترتفع صادرات الكافيار الإيراني إلى مستويات مرضية مرضية بشكل تدريجي، وذلك بعد الاتفاقية مع المجموعة السداسية. هذا من ضمن الأشياء الإيجابية التي نتحدث عنها بعد الاتفاق النووي. إذن بعد هذه الاتفاقية مع السداسية الدولية بحسب الإيرانيين، لذا يعد هذا المنتج الذي يستخرج من بايت سمك سالمون وتتنوع تسمياته من اللؤلؤ الأسود إلى غذاء الملوك أو ذهب البحر من أهم المنتجات من حيث إيرادات إيران ما بعد العقوبات. تفاصيل أوفى مع مراسلتنا من طهران علا مسعود. هنا في هذا المتجر حيث يتربع الكافيار الإيراني على رفوف خاصة به، تجولنا مع علي أكبر خداي فأخبرنا أنه بذل جهداً كبيراً بعد رفع العقوبات عن بلاده ليزيد صادرات الكافيار من إيران، لكن هل وفق في ذلك؟ ما تلاش کردیم و موفق شدیم بعد از توافق هسته‌ای. بعد الاتفاقية نحن بذلنا الجهود فنجحنا في رفع مستوى صادرات الكافيار لدينا من 750 كيلوغرام إلى 1700 كيلوغرام، وفي فترة العقوبات كانت أغلب صادراتنا للدول الأوروبية، لكن اليوم تتصدر الدول العربية قائمة مستوردي الكافيار لدينا. صادراتي ما بودن ولی در حال حاضر کشورهای عربی منطقه که قبلا در پایین‌ترین رتبه قرار داشتند. ويصدر الكافيار الإيراني إلى دول أوروبية بمقدار 60%. لكن خدي يعتقد أن للدول العربية دورا مهما في زيادة صادراتهم من الكافيار، إذ إن الإمارات وحدها زادت وارداتها من الكافيار 40% في سنتين. مستوى قيمة صادرات الكافيار لدينا ارتفعت من 700,000 دولار إلى الضعفين، أي 1,700,000 دولار، والخطوة التالية هي الوصول إلى 2,000,000 دولار. ويبدو أن من الطبيعي لهذا المنتج أن يكون الأشهر بعد الزعفران في إيران، إذ تصل قيمة الكيلوغرام منه إلى 5,000 دولار. مراحل عديدة لابد للكافيار أن يقطعها حتى يحتل مساحته التي يستحقها، لكنه وكعادته يتميز عن سواه كونه ذهب أسود بامتياز. بحيرة قزوين الواقعة في شمال إيران والتي تتقاسم شواطئها مع 5 دول تنتج 90% من الكافيار في العالم، وللحفاظ على هذه الثروة السمكية ينفق الإيرانيون 10 ملايين دولار سنويا بإنشائهم مشاريع لتربية الأسماك وتكاثرها في أحواض صناعية. كيلوغرام واحد من الكافيار في الوقت الراهن يعادل إنتاج 15,000 لتر من النفط، لذا هو لا يقل أهمية عن الذهب فليلقب بالذهب الأسود. أما استخداماته فهي لا تقتصر على الطعام، بل يدخل في التجميل والصناعة وسواهما من الأمور، لذا فهو يأبى أن يكون إلا ضمن قائمة 18 مادة في العالم. لأخبار الآن ولا مسعودي، طهران. فاصل قصير مشاهدينا أخير، نعود بعده لنتابع.
هل يتحول واتساب من تطبيق محادثات إلى منصة تواصل اجتماعي؟ أهلا بكم من جديد. بعد أشهر من التقارير والشائعات والتسريبات، أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يسمح للمستخدمين بنشر صور ومقاطع فيديو داخل ستيتس الحالة تختفي بعد 24 ساعة فقط بالشكل نفسه المتاح به على تطبيق سناب شات شهير. هل يفقد واتساب هويته كتطبيق مراسلة فوري؟ أبرز تحديثات واتساب في التقرير التالي. صراع على البقاء وتنافس لا مثيل له تخوضه منصات التواصل الاجتماعي لتثبت تميزها. ومنذ دخول تطبيق السناب شات على الساحات بخاصيته الأساسية غير المسبوقة بالمشاركات التي تختفي خلال 24 ساعة، ذهبت تطبيقات عدة لتخطف الفكرة وتنفذها على منصاتها في محاولة لسحب البساط من سناب شات. فبعد نسخة إنستغرام، ها هو الواتساب في آخر تحديثاته يغير الشكل المعتاد للحالة، على الرغم من تعلق مستخدمي التطبيق بشكل كبير بالحالة التقليدية التي كانت تسمح لهم بكتابة عبارة عن أنفسهم، لذا سبب التغيير الكبير لهم نوعاً من الانزعاج. فلم يعد التطبيق يسمح بنشر الرسائل النصية في الحالة، واستبدلها بالمنشورات المؤقتة ذات 24 ساعة كما الحال في السناب شات. ولا تتيح الحالة الجديدة مكاناً للكلمات ما لم تستخدم صورة ثابتة، مما عد ثاني أبرز تغيير لم يعجب المستخدمين. وأخفى واتساب في تحديثه الجديد قائمة الاتصال، ففي الشكل القديم كان هناك خانة تمكنك من الوصول إلى كل الأرقام المتاحة لديك على واتساب، ولكن الآن تم استبدال ذلك بأيقونة على شكل الرسالة عند الضغط عليها تنقلك إلى جهة اتصالك. ويتخوف البعض من احتمالية تحول واتساب لمنصة اجتماعية، مما سيفقده هويته الأساسية كتطبيق مراسلة فوري. بدأت اليوم في دبي فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر السنوي إبداعات عربية برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم. ويشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية للوقوف على أفضل الممارسات الناشئة لدفع عجلة الابتكار والتطوير المستمر على امتداد القطاعات الحيوية كافة في العالم العربي. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل عطاء الدباغ. دورة عاشرة لمؤتمر إبداعات عربية انطلقت في دبي الاثنين برعاية الشيخ حمدان بن محمد المكتوم ولي عهد دبي وتنظيم جامعة حمدان بن محمد الذكية. وأطلق المنظمون شعار هذا العام الابتكار وريادة الأعمال محركة الاستدامة، وحضره كوكبة واسعة من كبار الشخصيات الحكومية والأكاديميين والباحثين. يعني لا أخفي عليك، مثلا في الشرطة، في القوات المسلحة، في التربية، في المؤسسات الخاصة والعامة، أصبحوا يتكلمون عن شيء اسمه حاضنات ابتكار، حاضنات إبداع. هذا الكلام ما كان أول، يعني وهذه الثقافة ما كانت موجودة. اليوم كل حد يحاول يخصص مكان للمبتكرين، اليوم كل حد يحاول يعني يقدم دعم للمبتكرين. أنا في اعتقادي يعني العشر سنوات القادمة بيكون شيء عندنا في الإمارات يعني واضح، لأن هذا يعني يحتاج إلى عزيمة واستمرار. أهم ما جاء في الدورة العاشرة عملية التواصل مع القطاع الخاص. أغلب الورشات العمل والحلقات النقاشية القطاع الخاص هو اللي يديره لأول مرة، وهي من مفهوم المؤتمر في عملية الريادة، ريادة الأعمال والابتكار، فالقطاع الخاص عنصر أساسي في الشراكة هذه. ويأتي جدول أعمال الدورة العاشرة ليعكس التوجه الاستراتيجي نحو ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال في العالم العربي، تماشيا مع التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة. ما يميز هذا المؤتمر هذا السنة أنه نحن الأول مرة أطلقنا المؤتمر الافتراضي، بمعنى أنه في عنا كافة الحدث عم بصير على الأرض في الفندق،
متواجد افتراضيا. في عندنا حضور ناس أونلاين من كافة أنحاء العالم بيعرضوا أوراقهم العلمية وبناقشوا أوراقهم العلمية ومن ثم بتابعوا الورش وحلقات النقاش إلى آخره. اليوم ابتكرت منصة لمراقبة تبرعات الشركات الخاصة، وهي منصة ذكية الأولى على إمارة دبي، أو إن شاء الله تكون على دولة الإمارات. هي فكرة أنك تشوف كل درهم تبرعته وين صار ومنو خدم، وفي توثيق على أي مبادرة أنت دعمت وكيف مكنت، فهالمنصة تلبي احتياجات المتبرع. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين تساهمان في تحسين جودة التعليم الذكي في الدول العربية والانتقال به إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والحرفية والتنافسية الدولية. مشاركة دولية واسعة في المؤتمر السنوي إبداعات عربية الذي يقف على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التعليم الذكي وريادة الأعمال والجودة. عطاء الدباغ لأخبار الآن، دبي. تصدر فيلم الحركة لوغان إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال مطلع الأسبوع، مسجلا مبيعات تذاكر تجاوزت 85 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول محاولة قوى الشر السيطرة على فتاة تملك القدرات الخارقة لشخصية وولفرين التي ظهرت بفيلم إكس-مان، ما يجعل لوغان وهو يجسده البطل هيوك جاكمان يتخلى عن رغبته في الابتعاد عن المشاكل ليقف لحمايتها، ويتعرض الثنائي للكثير من المشاكل. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، تواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أنا أشكركم من دبي دائما مشاهدينا على المتابعة، وألقاكم غداً.